طالما احنا بلشنا بتغير الفصول، بلشنا بفصل الخريف، ودائما الجلد والبشره هن العنصر الاول بهذا التغيير، بيتاثر. نشوف بلشت التشققات، بلشت الحساسيه عند البعض، بلشت الاكزيما عند البعض الاخر، ونروح هون يا سلمى ندور على الحلول العلاجيه الطبيعيه. صحيح رشا، ويمكن بخلال هاي الفتره مثل ما بتعرفي بنشوف كثير صرنا نقرا وصفات. يعني هلا انت قريانه شيء عن التيم بس ما بتعرفي اذا مزبوط او لا، وعم نقرا يوميا ونشوف كثير فيديوهات حتى على السوشيال ميديا عن طريقه العنايه بالبشره، مدى صحه هي المعلومات وهل هي صحيحه او لا، وغيرها من التفاصيل رح نطرحها على ضيفتنا بالاستوديو اللي رح تجاوبنا عن كل هالاسئله الاختصاصيه بالعنايه بالبشره، نور الخطيب. صباح الخير واهلا وسهلا. صباح النور. صباح صباحك. يسعد صباحك. كيفك؟ تمام. هلا بلشنا هلا بهذا الفصل وبلش التبديلات تظهر علينا، يعني شو هي اهم، خلينا نقول، المشكلات او العيوب اللي ممكن نحن نعاني منها بهذا الوقت نتيجه التغير الفصل من الحراره للبروده؟ بصير عندنا تشققات بالبشره وجفاف، بصير عندنا بتصير البشره باهته، تمام، بالمجمل يعني كل الجسم. اللي عنده اكزيما بصير عنده هلا حساسيه للاكزيما اكثر او حساسيه بشكل اكبر، فنحن بدنا نهتم بموضوع انه نعالج هذا الموضوع. في وصفات كثير طبيعيه ممكن نعالج التشققات والجفاف. اكيد بدنا نحاول اول شيء نشرب من كاسات ماء لحتى نعوض الجفاف اللي عم يصير بالبشره. بدنا نستخدم الواقيات مثلا وقت نطلع على الشمس، لانه بفكروا الناس انه الشمس هلا ما بتحرق، ولكن هي الشمس هلا بتحرق وبتعطينا نتيجه كثير سيئه على البشره، والاتربه بصير غبار بيكتر بفصل الخريف. فبدنا نحاول انه نحن بفصل الخريف نهتم بالبشره بشكل اكبر، تمام، ونحاول نعالجها. طيب شو هي الخطوات الاساسيه اللي ممكن نتبعها كطريقه علاجيه او روتين فينا نقول خلال هاي الفتره من السنه؟ تمام. اول شيء بدنا نعالج من الداخل. في عندنا مواد غذائيه بتساعد على ترطيب البشره من الداخل، وده زائد انه اكيد بدنا نعالج من الخارج. اول شيء من الداخل بدنا نهتم بالاسماك مثلا، بالتونه، ممكن نحاول على الاوميجا 3، البروكلي، الخضروات الخضراء، يلي هي بتقولوا يمكن اكثر شيء فيه مي. هلا الخيار فيه مي تمام، ولكن ناخذ كل شيء، حاوي على الحديد والنحاس واللي بيرطب البشره وبيزيد الدوره الدمويه. فكل الخضروات الخضراء بتعطينا رطوبه للبشره، فبدنا نحاول نزيد الخضروات الخضراء بهذا الفصل. بدنا نحاول نزيد شرب الماء، ممكن العصائر الطبيعيه، ممكن ناخذ مشروب فيه كولاجين، يعطينا كولاجين للبشره وترطيب، مثلا مثل ذنب الخيل. ذنب الخيل ممكن نغليه لمده ربع ساعه مع قليل من سكر. أول مرة بسمع هذا المصطلح. هاي عشبة. عشبة سمعتي يا سلمى قبل المرة؟ أول مرة. تمام. بتعطينا كتير نتيجة حلوة وبتقوي العظام، لأنه السيليكا بتقوي العظام مع الكولاجين، وبتعطينا لايت للبشرة. زائد نعالج من الخارج، بدنا نستخدم شيء بيحجز الرطوبة بالبشرة، بنستخدم المنتجات الحاوية على هيالورونيك أسيد، تمام، وعلى زيت الياسمين مثلا، زيت الخلنج، زيت اللوز الحلو بيحجز الرطوبة بالبشرة. فبنحاول نحن نستخدم شيء اللي بيحجز الرطوبة. اللي عنده أكزيما بدنا نهتم بالفيتامين دال بشكل كتير كبير بهذا الفصل. بناخذ الفيتامين دال بالجرعه الكافيه لكل شخص عنده نقص بالفيتامين دال، بياثر على البشره، بيعطي شحوب، تمام. بدنا ناخذ المنتجات الحاويه على السلسليك اللي بتعمل له تقشير بسيط وترميم للاكزيما، تمام. اكيد نحن لازم ناخذ كل المنتجات تعمل ترطيب. هلا بالفصل الخريف بنحاول نعمل معالجات كثيره للبشره الباهته، ففي عندنا تقشيرات بسيطه بتساوى بعد فصل الصيف، بصير حروق شمس بالصيف، بصير عنا بهتان، بيصير عنا مشاكل كتير كبيرة، بقع داكنة، فممكن نعمل تقشير بسيط بالسلسليك أسد، هو عبارة عن حامض بسيط بنساوى يعني بطريقة بسيطة بنجاب من الصيدلية. في غسولات حاوية على السلسليك أسد. هو منتج من الفواكه مزبوط؟ لا، السلسليك أسد والجلوكوليك مو منتج من الفواكه، هذاك جلوكوليك، حامض الجلوكوليك هو حامض الفواكه، أما السلسليك هو
موجود يعني بمستحضرات التجميل، تمام، فبيعطينا نتيجة جيدة كتقشير متوسط وبسيط، واللاكتيك أسيد حمض اللبن كمان بيعطينا نتيجة كتير حلوة، ببعض المستحضرات موجود بيساعد البشرة وبيوقيها من الجفاف. طيب دائما نحن عم نقول انه لازم والمفروض والصح نحافظ على ترطيب البشرة، يعني اليوم كل اجراء عم نساوي كرمال هاي البشرة تضل رطيبة. اذا اليوم حبينا نروح لاستخدام المرطبات الطبيعية، نحن اليوم اول شيء بنتقيد انه لكل نوع بشرة مرطب، ما او انا فيني استخدم هذا المرطب بشكل عشوائي بعيدا عن نوع البشرة؟ لا اكيد نحن بنستخدم على حسب نوع البشرة. هلا الفكرة نحن بدنا شيء بيناسب كل واحد وبشرته، ممكن نعطيهم وصفات منزلية لترطيب البشرة والحماية من الأكزيما. ممكن ننقع الرز لمدة 24 ساعة، ماء الرز ماء جدا مرطب للبشرة، ممكن مع الشاي الأخضر، ممكن نستخدمه كماسك على البشرة. كيف تطبيقه بيكون؟ يعني بننقع الرز لمدة 24 ساعة، بنحط معه شوية شاي أخضر وبنغسل الوجه فيه لمدة 10 أو ربع ساعة. ممكن نحطه بالبراد، بيكون بارد، بيقبض المسامات وبيحافظ على الإفرازات الدهنية. في ناس تستخدمه بخاخ يعني؟ تمام، ممكن نستخدم كبخاخ، ولكن الغسل كذا مرة بيكون بيعطينا نتيجة أفضل كترطيب. ونستخدم بعدها مرمم حاوي على بنتينول كمرمم البي خمسة، كتير بيعطينا نتيجة حلوة على البشرة المتشققة والتعبانة. تمام، في عنا كتير وصفات منزلية ممكن نستخدمها. كمان يعني ممكن نستخدم الخيار مثل ما تفضلين، الخيار ممكن نعمل عصير الخيار مع ماء الرز، بنحطه بمكعبات ثلج وبنمرقه على البشرة، كمان بيعطينا ترطيب حلو للبشرة وبتقبيض للمسام لأنه بتكون باهتة وتعبانة. تمام، بنكون احنا قوينا الدورة الدموية بالبشرة وعطيناها كتير نتيجة حلوة. طيب خلينا نحكي كمان، بعض الأشخاص بيعانوا بهي الفترة من الأكزيما أو الحساسية اللي هي ممكن يكون تنفسية ونشوفها تنتقل للجلد، بيعانوا من حكة معينة وما إلى ذلك. طيب هذا الشيء كيف ممكن نعطيهم وصفات معالجة تساعدهم؟ هلأ وصفات معالجة للحكة للبشرة، هي الحكة يعني جفاف. تمام، اي بشره بصير فيها حكه يعني فيها جفاف، ممكن قليل من زيت اللوز مع زيت الزيتون بيعطينا نتيجه بتخفف الحكه على البشره وبتعطينا نتيجه كثير جيده مشان الحساسيه الجلديه. تمام، في عنا شيء اختصاصي اكثر، ممكن نستخدم منتجات حاوي على الالانتوئين. الالانتوئين هي ماده مضاده للتحسس، بنستخدمها بتخفف الحكه والحساسيه على البشره. كمان هي مستحضرات موجوده متناول الايدي، ما لا كتير صعبة ان احنا نجيبها. فبدنا نحاول كل شيء بيحسن البشرة وبيخليها تعطي لايت من نستخدمه. فانا ليش عم بحكي عن فكرة التقشير مثلا؟ فكرة التقشير انه نحن بنقشر وبنرمم دغري بناخذ نتيجة على البشرة. هلا هي الاحماض كمان بتعطي ترطيب وموازنة لافرازات البشرة بشكل عام، حتى لو كان في اكزيما او صداف او مشاكل. فعم اقول لك حمض السلسلك هو معالج جدا لمشكلة الاكزيما وبيعطينا كثير نتيجة حلوة للترطيب وتقشير الخفيف. طيب خلينا نروح للأخطاء الشائعة، وكثير بنشوف من الصبايا ممكن يعملوا هيك قصص، مثل أنا أخذ وصفة من سلمى، أعطي لسلمى نصيحة أنا جربتها. يعني شو هي أبرز أو أهم الأخطاء اللي نحن ممكن نعملها أكيد عن غير قصد، يعني متأثر سلبا على بشرتنا؟ هلا ممكن التقشير الجائر على البشرة، في ناس بيستخدموا كتير، بيقولوا لك والله صديقتي نصحتني استخدم مقشر معين، بيستخدموا مقشرات كتير، بيقولوا أنه بلش وصل الشتاء، كل يوم كل يوم بيجوا لعنا البشرة رقيقة تعبانة هشة، بالعكس انت أزيتية بدل ما تنفعي للبشرة. هلا برأيي هو بكتيره لازم نعمل مرة أو مرتين تقشير للبشرة بالشهر. تمام، مو يوميا نحن نستخدم أي كريم نجيبه من الصيدلية بيعمل تقشير جائر. فكتير في ناس بتأذي بشرتها بهذا التقشير الجائر بدون معلومات كافية. تمام، بيقول لك والله رفيقتي صار بشرتها كتير حلوة مثل البيبي، استخدمنا هذا المقشر، امشي ناخد في معلومة ذكر أسماء المستحضرات. تمام، فبتلاحظي انه صار عندك بهود، صار عندك مشاكل بالتصبغات اكثر، انت فكرتي انه انت حتفيدي بشرتك بس بالعكس انت صار عندك سايد افكت او رد فعل عن التقشير الجائر اللي انت عملتي. دائما نحن وقت نعمل اي تقشير للبشره لازم يكون بعده
ترميم بسيط مشان نعطي النتيجه تكون نتيجتنا حلوه وجيده يعني على البشره. اكيد في اساليب جدا معالجه للبشره غير الكريمات والوسائل التقشير. طيب التمامي. كل انواع البشره بتحتاج هذا التقشير كل شهر مره او مرتين او لا في انواع معينه من البشره ما بحاجه؟ هلا مثلا البشره الجافه بنستخدم لها مرطب عالي ومرمم تمام. للبشرة اللي عندك في افرازات دهنيه وزهم لا بدك تستخدمي لها مقشر والمختلطه تماما، بس بده يكون باداره يعني بده يكون باداره ومختص او طبيب تماما، بده يكون تحت اشراف اختصاصي بهذا الموضوع. طيب خلينا هيك نروح اكثر للعلاجات المتواجده بالمراكز، خلينا هيك نضوي على الموضوع الطبي الطبيعي. يعني اليوم في صبايا بتعاني من حب الشباب، من اي شيء ثاني ممكن يكون بالبشره. وقت بتجيكي حاله نور بتشوفي انه هي بحاجه لاستشاره طبيه او فورا بتبلشي اجراءاتك؟ يعني هلا اكيد بدي استشاره، بدنا نشوف البشره شو وضعها، حب الشباب شو نوعه، الانواع، البكتيريا هل هي نشطه، هل هي بتنتقل من مكان لمكان. اكيد في اجراءات بدها تتخذ عند يعني دكتور الجلديه تمام. بعدين نحن بنبلش كاجراءات بنحاول نعالج للالتهابات الموجوده بالبشره. اذا كان الحب نشط اكيد ما بيتنظف، ما بيتقرب عليه ابدا. بده يستخدم مثل ريتون يعني مثل ريتان موضعي على البشره او المنتجات الحاويه على ريتينويدز، هي بتعالج الالتهابات بالبشره وبتقضي على البثور والحبوب تمام. يعني كل بشره على حسب الحاله، وفي بعض الاجهزه ممكن هي تقضي على البثور والطهره، مثلا مثل الجهاز على حاوي على غاز الاوزون، هو بيطهر البشره بيعطيها نضاره بنفس الوقت بيقضي على الالتهابات بالبشره. هو مسحا يعني بس انه مرق وتمرين. اكيد نحن ما بنحاول ان ناذي البشره اللي حاوي على الحبوب، دائما ضد الفيروسات والبكتيريا بتستخدم الحراره العاليه، ففيها بعض الاجهزه بتقدم لك هذه التجهيزات كحراره عاليه مثل ليزر مثلا بسيط، مثل ما قلت لك جهاز الاوزون مسحا على البشره بيعطيك شد للبشره نفس الوقت بيقضي على الحبوب وبيطهرها بنفس الوقت. طيب هي بعض التقنيات المستخدمة، أيضا في تقنيات تانية هلأ جديدة مثل ما بنعرف حاليا كتير صار في أجهزة عم تعطي مساحة واسعة لتخفف من الآثار السلبية تمام. إن كان للفصول أو حتى لبعض المشاكل عند الأشخاص مثل الحب وغيره. شو أبرز هاي التقنيات؟ هلأ ما عم أقول لك الجهاز الأوزون أبرز التقنيات، هو جهاز حديث متداول حاليا. في عندك الراديو فريكوانسي بيعطي أمواج راديوية، هاي الأمواج الراديوية بتخلي البشرة تشد، بتولد الكولاجين والإلاستين تحت طبقة البشرة، لأنه بالتسخين نحن بنحاول نولد الكولاجين والإلاستين، بتروح البهوت يعني البشرة الباهتة بنقضي عليها بتوليد الكولاجين والإلاستين وتنشيط الدورة الدموية. دائما كمان بنعالج من الداخل الأشخاص بيجوا لعنا ممكن يكون معهم فقر دم، فقر الدم بيأثر بشكل كتير كبير على يعني البشرة الباهتة، نقص الفيتامين د بيأثر حتى على الناس اللي عندهم صداف، يلي عندهم اكزيما بيأثر على المناعة، لأنه المناعة بتكون بالصداف والاكزيما هي اللي بتهاجم الجسم وبتساوي هذا التقرنات على سطح البشرة. فهي من نوع من أمراض الوراثية تمام، والمتعلقة بالمناعة الذاتية. أكيد نحن بنخفف وجود الاكزيما ببعض هاي التقنيات. أكيد اليوم نصائح جدا مهمة، إن شاء الله أكيد كل حدا اليوم تابعنا رح يستفيد منها. ودائما بتغيير الفصول نحن متعودين على المرض أول شيء تماما، على بصير جفاف كتير، على إن كان يعني بدها بتحسي أمراض التهابية الجيوب التنفسية، كل شيء بتتعلم جهاز التنفسي بتبلش الأمراض فيها، وأيضا البشرة بتتأثر. شكرا كتير لحضورك وسعد صباحك. سعد صباحك، شكرا لك لوجودك، كل المعلومات اللي قدمتينا. سعد صباحك.